في الفيديو اللي فات اخدنا ازاي نحول من اي نظام لديسمال بالنسبه للكسور. في الفيديو ده هناخد العكس، ازاي نحول من ديسمال لاي نظام بالنسبه للكسور. هنمشي بنفس القاعده بتاع الفيديو اللي فات بالظبط، بس مع اختلاف بسيط. برضو هيبقى عندي الرقم وهضربه في الرادكس اللي هو ار اس. الفكره بقى في الاس ده يا شباب هيكون رقم من عندي حسب الدقه اللي انا عايزها، ممكن اخليها 4، ممكن اخليها 6، ممكن اخليها اي رقم. كل ما بزود الرقم ده كل ما بيزود دقة الناتج بتاعي. وليكن مثلا افترض ان انا هخليها 6، يبقى اضرب في ار اس 6 واقسم على ار اس 6. تعال ناخد مثال يوضح لنا الكلام ده. مثلا انا عندي الرقم ده عبارة عن ديسمال وكسر وعايز احوله لباينري، هعمل ايه؟ همشي بالقاعدة اللي فوق، ادي الرقم 29.1875 هضربه فيه 2 اس، طبعا الرقم ده قلت بختاره بمزاجي 4 او 6 او 10 ايا كان، وكل ما بزود الرقم كل ما بزود الدقه. انا مثلا هختار 6، وطالما اخترت 6 يبقى لازم اقسم تحت برضو على 2 اس 6. طيب بعد كده بعمل ايه؟ باخد الرقم ده كده واحسبه على الاله عادي خالص. طيب تعال نحسب 29.1875 في 2 اس 6 هتساوي 1868، بتساوي 1868 على ال 2 اس 6 دي زي ما هي. تمام. بعد كده بعمل بيها يا شباب، بمسك الرقم ده بحوله لباينري، ده كده رقم عادي مش كسر، هحوله لباينري. بنفتح الآلة واجيب نظام الاعداد سيت اب، وبعد كده 3. الرقم الاصلي اللي انا هحوله هو عباره عن ديسيمال 1886، بعد كده ادوس يساوي، بعد كده انا عايز احوله لايه؟ عايز احوله لباينري، ادوس على باينري الاقي اني تحولت الرقم ده بالباينري 0011 بكده 00 بعد كده 10 بعد كده 1111 زيرو. طيب بعد كده بعمل ايه يا شباب بقى؟ مش دي 2 اس 6؟ يبقى هاجي اعد 6 ارقام واحط علامه، يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى احط العلامه او الدوت هنا. لو كنت اخترت دي 2 اس 4 كنت هعد 4 ارقام بس، لو كنت اخترتها 2 اس 8 كنت هعد 8 ارقام بس، وهكذا. تمام. يبقى يا شباب الرقم الناتج تحويله للفراكشن العدد ده هو لو عدينا من الشمال، طبعا اول صفرين ده ممكن اشيلهم ما بيأثروش معايا، لان اي اصفار على اليمين ما بيأثروش في الكسور، فممكن اخد من اول الواحد، هيبقى 1100 بعد كده احط الدوت، وبعد كده من على الشمال 10111، والصفر اللي على الشمال ده برضه ممكن ما احطوش لانه اي رقم على الشمال ما بيأثرش. فدي هي تحويله الرقم ده لباينري باستخدام الاله. طيب تعالى ناخد مثال تاني وهمشي بنفس القاعده، هي نفس الرقم هو يا شباب، الرقم ده هو الرقم اللي فوق، بس المره دي هحوله ايه؟ هحوله لهكسا ديسمال. طيب القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ بناخد الرقم، ادي الرقم، وبنضربه في الار او الرادكس اس، اما نختار مثلا 4 او 6 او 8، هنختار 4، وطالما ضربت في رقم لازم اقسم على نفس الرقم هو الار اس 4. طب لو طبقنا الكلام ده احنا عايزين نحول لكام؟ عايزين نحول لهكسا ديسمال، يعني الرادكس اللي هنحول له ب 16، والرقم كام؟ الرقم 29.1875 هنضربه في الرادكس اللي هو 16 اس 4 وهنقسم على 16 اس 4. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنحسب الرقم ده على الاله. لو فتحت الاله هدوس سيت اب رقم 1 عشان هحسب حسبه عاديه خالص، بعد كده هدوس 29.1875 في 16 اس 4، هلاقي ان هو بمليون و912 الف 832 بتساوي. طيب بفتح الاله، تمام، وهدوس سيت اب، والرقم بالديسمال مليون و912 الف 832، وهدوس يساوي. بعد كده انا عايز احوله ايه؟ عايز احوله الهكسا، يبقى ادوس على هكسا، هلاقي ان تحولته بالهكسا هي
تلات اصفار، تلاتة دي بعد كده 1 0 0. طيب دي اربعة تمام، يبقى العلامة احطها، عد اربع ارقام واحط العلامة، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4، يبقى العلامة هتتحط هنا. يبقى ده يا شباب الناتج النهائي لتحويلة الرقم ده لهكسا ديسمال. اول تلات اصفار هشيلهم لان هم لهمش لازمة، ممكن اسيبهم ممكن اشيلهم بس عادي، طالما في الكسر ممكن نشيلهم عادي. 3 دوت بعد كده دي 1، وبعد كده الصفرين اللي على الشمال برضه ما لهمش لازمه، ممكن اشيلهم هما كمان. احنا عارفين اي صفر على الشمال ملوش لازمه. يبقى دي تحويله الرقم من ديسمال لهكسا ديسمال.